أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ذهاب الرجل للزيارة لمدة ساعة أو نصف ساعة، هل يعتبر من الضيافة التي يجب على المضيف إكرامه؟ الضيافة كما سمعتم، الضيافة تكون للمسافرين في البراري أو في القرى، أما أنه يروح لصديقه ولا لأحد من أقاربه هذه زيارة وليست ضيافة، هذه زيارة. نعم.